السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في قناة سلوى نيويورك. اليوم قدمت لكم واحد الكيك فروت كتجي رائعة وسهلة في التطبيق، ونحضروا هذا مع بعضياتنا ونوريكم طريقة ديال التحضير. ناخذ واحد 4 البيضات مع قرصة المليح وكنضربوهم مزيان بالطرب الكهربائي. نزيدوا عليهم كاس ديال العنبة ديال السكر البني، تاو نطربو بشويه بشويه بالطرب الكهربائي. نزيدو واحد طربو مزيان مزيان، من بعد كنزيدو الزيت تدريجيا مع التطريب شويه بشويه، و تزيد كميه ديال الحجم ديال البيض. نزيدو كاس ديال العنبة ديال الحليب. دابا ممكن نخلطو بالطراب اليدوي، و تنزيدو واحد 3 المعلقات ديال ياغورت فاني اولا حك ديال ياغورت طبيعي، زدت واحد النكهة ديال اللوز وشوية ديال فاني. وهنا مكونات ديال الفواكه المجففة اللي متوفر عندكم. انا عندي القرقاع، الفرومبواز، الرازبيري، اللوز، التمر، كلهم خلطتهم، درت عليهم الدقيق باش يبقاو الفوق ما يهبطوش لتحت في القاع. ديما الفروت خاصة تلبس بالدقيق وعاد تزيد على الخليط. هنا زدت القرقاع بوحدو، ودابا عاد غادي نغرب هاد الفواكه المجففه وغادي نزيد مع الخليط. دابا كندخلوا الدقيق. الدقيق استعملت 4 الكيسان ديال كيسان العنبه مع 2 معالق ديال خميره الحلوى 16 غرام. هنا دهنت المول بالزبده ورشيت الوسط بالدقيق وجناب درتهم باللوز إفيلي. حطيت الطبقه الاولى ديال الخليط وزدت عليه شويه ديال الكراميل ودورته بحال هكا باش يدخل مع الخليط بالمعلقه غير بشويه، و كنزيد عليها الفواكه المجففه من الفوق. ملي كديري هاد الكراميل كتجي الكيكه معلكه وبنينه، حتى راه ما تشبعوش من الكيكه، كتجي روعه روعه روعه. انا درتها وحمق على راجلي وعاودتها وتحت الطلب ديال البنات قلت غندير لهم فيديو ونشرح لهم كيفاش نخدموها. دابا في الطبقه الاولى اللي كندير كراميل داكشي اللي ما تبقى من الفواكه المجففه كنلوحو وصافي، وكنغطي بالطبقه الثانيه ديال العجين اللي ديجا فيها الفواكه المجففه. قسمتهم على 3، الجزء درته مع الخليط وجزء درته في الطبقه الاولى والجزء الثاني غادي يكون في الطبقه الاخرى كيف ما غتشوفوا. دابا صافي كنقاد سطح ديال العجين مزيان بالباستول، ودابا كنفرش ما تبقى من الفواكه المجففه، فيها الشوكولا بالانواع، فيها الزبيب، الفرومبواز، التمر، الراسبيري، اي حاجه متوفره عندكم تلوحوها وكتجي بنينه بنينه ما تشبعوش منها وغادي يحمق على وليداتكم. هنا كنلوح اللوز إفيلي من الفوق باش يجي يتحمر، درتو في الجناب ودرتو في الفوق. صافي كندخلوها على درجه حراره 130 درجه 350 180 درجه عفوا و 350 فرنهايت لمده ساعه، وكيف ما كتشوفوا كتجي خطيره خطيره ومعلقه وما تشبعوش منها. وبصحه وراحه، خليو لي التعاليق ديالكم وكيف جاتكم الوصفه، واللي شافتها تصيفط ليا باش نحطها عندي في الانستغرام. انا غادي نحط لكم في صندوق الوصف الانستغرام ديالي. مرحبا بكم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.